سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أعد لك في كل حتة، أعد لك في الخير وفي الشر، أعد لك في كل مكان. في المسجد بيشتغلك، في الشارع شغال وراك، في البيت معاك، وانت نايم ممكن يلعب بمخك برضو. يعني قعد له بأطرقه. بس في أهم طرق الإنسان لازم ياخد باله منها كويس. فأتاه في طريق الإسلام فقال له، الكلام ده بقى كان أيام الدعوة، إحنا الحمد لله مولودين مسلمين يعني، فأنت المسألة دي يعني خفيفة عليك شوية. قال له: تسلم وتذر دين آبائك وأجدادك؟ ده إيه الخيبة اللي عليك دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فعصاه وأسلم. هذه مجاهدة، لأن أمر ما كانش سهل. أنت متخيل أنه سهل، لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن الأمر إيه؟ سهلا. ده أبو طالب عمه اللي هو رب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو كان بيدافع عنه، ما السبب الذي جعل أبا طالب يرفض الدخول في الإسلام؟ خوفه من الناس. لولا أنني أخاف أن يقولوا قالها خوفا من الموت لقلتها. إذن المسألة ما كانتش سهلة ولا بسيطة. فلما إنسان يعصى هذا أو يعصي هذا ثم يسلم، يعني معنى كده أنه بذل مجهود قوي في الوصول إلى هذا.